أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في شارة جديدة في نفس المكان 12 دونم. خلينا نكمل شغل فيه عشان إيش نخلصه بعدين نطلع منه، تمام؟ طبعا يا أخوان لا تنسون، أنا مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس، تمام؟ وبدنا شوية دعم منكم يا أخوان للقناة باللايكات بالاشتراكات، ضروري يا أخوان عشان نقدر نتابع بالتصوير ونقدر نشتغل ونكمل شغلنا، تمام؟ احنا طبعا القناة هي عبارة عن قناة تعليمية، تمام؟ يعني احنا بدنا نشتغل على اشي اسمه تعليمي احسن ما نشتغل على انه نحفر ومنحفر وحكي الفاضي هذا، تمام؟ اليوم بدنا نشتغل على اشارة الصحن يا اخوان، بدنا نشتغل على اشارة الصحن، اشارة بسيطة عبارة عن شكل للصحن. يعني عندي الشكل هذا، تمام؟ عندي هذا الشكل بدي أشتغل عليه. الشكل هذا هو عبارة عن مثل الصينية، مثل الصحن، مثل الأمور هاي، يعني بدي نشتغل عليها من الألف للياء. طب كيف بدي أعرف إنه هاي الإشارة صحيحة أو غير صحيحة؟ تمام، عندي طبعا تليسة اللي هي طينة الحكمة اللي موجودة تختلف عن الصخرة، يعني هاي اللي هون تختلف عن الصخرة، ماشي؟ عندي الشكل تبعها، يعني لو جبت صحن وحطيته هون راح يركب 100%، تمام؟ فهي إشارة بسيطة تدل على أشياء بسيطة، يعني لا تدل على إشي كثير. يعني طبعا حجم الصحن هو اللي بيحدد الشغلة اللي تدل عليها، يعني الحجم هذا البسيط اللي عندي هون، تمام، بيحدد لي وجود مغارة، ماشي، موجود مغارة لكن في جنبها سيال مي، تمام، يعني جنب المغارة في سيال مي، كويس. الآن التحديد تبع هاي الإشي البسيط هذا، بدي أخذ التوجيه، نفس التوجيه اللي قاعد بأخذه في أي إشارة ثانية، بدي أخذ نفس التوجيه وأشتغل على نفس الشغل اللي أنا بشتغله كل مرة، تمام؟ لأنه وضع الإشارة، لما حط الإشارة هاي حط عليها شغلها. أجاني سؤال يا أخوان في التعليقات، أجاني سؤال إنه ليش يعني بحطوا هالإشارات هاي، يعني شو القصة إنهم بحطوا هالإشارات هاي، تمام؟ هيك حكى لي بالتعليقات، وانه ليش يعني واحد بحط دفين وبحط تكنيز وبحط كذا، تمام. اسال الجواب بالنسبه لي ما في اشاره تدل على تكنيز، يعني ما في اشاره نهائيا تدل على تكنيز، بالله ينفك من عندك، بس ما في اشاره تدل على تكنيز، ما في نهائي، ماشي. اغلب الاشارات تدل على قبور، تدل على مغر فقط لا غير، لا تدل على وجود تكنيز. يعني ما بيجي بيحكي لك انه في داخل الحجر هذا او في داخل المغارة هاي في عندك، خلينا نحكي، جرار وعندك ذهب وعندك مش عارف ايش، تمام، ما بيجي بيحكي الحكي هذا. هو بحط الإشارة عبارة عن مغر، عبارة عن قبور، عبارة عن إشارة مثلا معبد، عبارة عن إشارة كنيس، تمام، بس هذا اللي بحط لك اياه. هو ما بحط لك انه فيها كذا وكذا وكذا، لكن اللي اشتغلوا مثلا اشتغلوا على سبيل المثال الجرن الصحن هذا، اشتغلوا عليه اول مره ثاني مره، كان كل مره يطلع فيه مثلا دفائن، تمام، اعتمدوا انه وجود دفائن في هذا الاشاره هاي، اعتمدوا انه فيها دفائن، ماشي، لكن الاشاره لا تدل على وجود دفائن، يعني لا تدل على وجود تكنيز ولا تدل على وجود دفائن ولا تدل على وجود ذهب، تمام. احنا ليش مستعين بالاسياخ بالنهايه؟ لانه الاسياخ راح بتدلنا على انه وجود معدن او عدم وجود معدن. طبعا في سؤال برضو اجاني على التعليقات انه بحلفني انه هاي الاسياخ انها صحيحه ولا مش صحيحه، وانا بتجيب معدن ولا ما بتجيب معدن، تمام. الجواب صديقي، جرب انت، امسك الاسياخ وروح جرب فيها، ماشي، انسى ان انا بحكي لك انه هاي الاسياخ بتجيب وما بتجيبش ومش عارف ايش، انت جرب صديقي، تمام. خلينا مع الاشاره اليوم. الاشاره هاي اشاره صحن بسيطه جدا، تحليلها بسيط جدا، ما فيها تعقيد، حتى لو كانت كبيره فتحليلها برضو بسيط جدا، لكن كل ما كبرت هاي الاشاره مثل جرن القبر، كل ما كبرت الاشاره هاي تدل على وجود ابيار، تمام، لكن لما بتصغر زي هيك تدل على وجود فراغ فقط، تمام، لكن إذا كبرت تدل على وجود بير. إذا كبرت هاي الإشارة كانت كبيرة بتلاقوا فيها سيال نازل منها، سيال عريض بيجي نازل منها، هو عبارة عن منطقة تجميع المية، ثانيا بتنزل المي من السيال. الآن بدنا نشتغل على هاي الإشارة، تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا الوضع شو هو. تمام، عندي الإشارة هاي، إشارة بسيطة، إشارة الصحن، تمام، بدي أشتغل زي ما أنا بشتغل كل مرة، زي ما بشتغل كل مرة علشان أوصل للنتيجة اللي بوصل لها كل مرة، ماشي، النتيجة البسيطة، التحليل البسيط، إشارة صحن معها سيال نزولا،
تمام، يعني هي اشاره الصحن، وسيال سيال نزولا. انحناء الصخره في هاي في هاي انحناء الصخره جاي باتجاه، يعني انحناء الصخره جاي بالاتجاه هذا نزولا، ماشي، عكس يعني هي السيال من هون والنزول من هون. الان شو بدي اعتمد في هاي الاشاره؟ يعني شو اعتمد في هاي الاشاره؟ هل اعتمد انه ميلان الصخره او اعتمد السيال اللي موجود؟ تمام. طيب الان مثلا على سبيل المثال بديش اعتمد اللي هو الدقيقه شوكتني هاي، بديش اعتمد الميلان، بدي اعتمد هاي. ليش 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 ما اعتمدت الميلان وليش اعتمدت السيال؟ هسه الميلان اللي موجود، الميلان الموجود، لو هذا الجرن، لو هذا الجرن مفتوح من الجهه هاي، مفتوح هيك من الجهه هاي، ماشي، او شطفته من الجهه هاي، بعتمد الشطفه. لكن واضع الاشاره لما حط الاشاره سكر الجرن، سكرها من هون، خلاص سكر الجرن، ماشي، ومسكر من هون كامل، لكن اعطاني مكان من هون نزولا، تمام، من هون مسكر. لو في شطفه من هون كان قلت لكم اتجاه من هون، كان صار في توجيه ثاني، كان صار هذا السيال وهمي. ثاني شغله، ثاني شغله، الان السيال نفسه وجود البصمات عليه، وجود البصمات، تمام، يدل على تثبيت الاتجاه، تمام، تثبيت الاتجاه للسيال، وجود البصمات، اوكي. ثالثا، ثالثا، اذا وضعنا مي هون، مياه هون، راح تنزل المي، راح تنزل معانا باتجاه هذا اللي هو هنا، التوجيه كامل، تمام، والتثبيت راح ينزل معي بالاتجاه هذا وينزل لتحت باتجاه إشارة اللجف اللي بنحكي عنها كل مرة موجودة. الآن إشارة اللجف عليها تثبيت، تمام، إشارة اللجف عليها تثبيت، عليها جرن حبة الحمص اللي بتحكوا عنه، حبة الحمص، تمام. طيب إيش بدي أخذ في الإشارة هاي؟ إيش بدي أخذ كمان عشان أقدر أحللها بالطريقة الصحيحة مليون بالمية؟ طبعا في فراغ هون، هسه بنفتح ونشوف شو هو هذا، لكن هو مبين انه يعني فراغ تكسير صخرة، تمام. الآن بدي أخذ الإشارة كاملة قبل ما أكسرها، يعني ماشي. الآن شو شو بدي أخذ من هاي؟ أخذت الصحن، أخذت الاتجاه السيال، أخذت البصمات والتثبيت كامل، تمام، ويعني اشتغلت انه نزول السيال مع هاي، مع إشارة اللجف الخارجي. يا أخوان حكينا عنها، إشارة اللجف الخارجي مش إشارة لجف داخلي. إذا عندي إشارة لجف لكن خارجي نزولا، تمام، يعني راح يكون معي الاتجاه من هون لهون تقريبا من المنطقة هاي عشان نبدأ حفر، تمام. طبعا هسه راح نأكد عليها على الأسياخ، يعني راح أشتغل عليها على الأسياخ. طيب شو بدي أخذ رمزيات ثانية موجودة في الإشارة هاي؟ شو بدي أخذ عشان أعرف أحلل مظبوط 100%؟ عندي جرن المغارة، تمام، هذا جرن المغارة موجود عندي تثبيتا انه في مغارة. طيب شو في كمان في جرن المغارة؟ عندي بصمة اولى، ثانية، ثالثة، رابعة، زائد بصمة داخلية داخل الجرن نفسه مع وجود سيال، السيال عليه بصمة، نفس السيال عليه بصمة، تمام، نزولا على اشارة اللجف، يعني اشارة اللجف اللي هون. ثالثا شو بدي اخذ كمان؟ البصمات اللي حكينا عنها قبل هالمرة، وجود البصمات بالشكل هذا اللي انتم شايفينه، تمام، اللي حكينا عنه قبل هالمرة، حكينا انه كثر البصمات اللي موجودة هي تدل على وجود مقبرة. طلع هاي البصمات كيف جاية، تمام، بعرفش اذا مبينة في الفيديو، انا حاطه على راسي انا الكاميرا، ماشي، طلعوا البصمات. اخر اشارة ممكن اخذها هي اشارة القبضة، تمام، اللي هي طبعا قبضة يد صغيرة مش كبيرة، تمام، اللي هي لو حطيت ايدي هيك، ماشي، مفروض انها تكبس كاملة، بس صغيرة القبضة. اذا القبضة تثبيت لوجود المقبرة، ماشي، لكن المقبرة بسيطة يعني مش كبيرة، او تثبيت وجود الفراغ اللي داخله قبور، تمام. هاي الاشارة، هيها قبضة صغيرة، تمام، هاي تتابع الإشارة اللي موجودة التابع لهاي الإشارة اللي حكينا عنها الصحن، في إلها تتابع بسيط جدا، ماشي، موجود على الصخرة، ما في تعقيد يا إخوان، ما في إشي اسمه تعقيد، يعني في عندي شغل بنهي حاله لحاله، يعني شغل عندي إشارة بتنهي الإشارة اتجاهاتها، بتنهي مكان الحفر، بتنهي كل الأمور لحالها، ما فيها أي يعني خلينا نحكي أي تعقيد، تمام. بدي أشوف بس هاي اللي تحتها ايش هو، تمام، انا توقعت الاقي جرن تحتها لكن ما لقيتش الجرن، تمام، توقعت الاقي جرن لكن مش موجود،
لكن هي كانت غير الصخرة، هي الصخرة هاي، هيها نفس الصخرة، هاي الصخرة تمام، والقطعة هاي جاية فوقها. لكن أنا توقعت إنه موجود جرون هنا، كنت أقول هون جرون تثبيت، لكن ما طلع مش جرون تثبيت، إذا الصحن نفسه مع سياله مع الإشارة وتثبيت الإشارة تمام، يعني مع شغل الإشارة كاملا تمام. الآن بدي أفحصها على الأسياخ إخوان عشان أشوف البوابة تبعتي مظبوطة أو مش مظبوطة تمام. دقيقة خليكم معي تمام. الآن راح أشتغل على الأسياخ ماشي، لا تحديد الإشارة، يعني تحديد هل الإشارة هاي صحيحة والشغل تبعي صحيح ولا إيش الوضع تمام. الآن بدي أخذ البوابة، فقط البوابة ماشي. الآن الإشارة أمامي، بدي أمشي باتجاه البوابة، راح أخذ بس سيخ الفراغ، فقط سيخ الفراغ تمام، عشان أعرف إشارة اللجف اللي موجودة، إشارة اللجف هل صحيحة أو مش صحيحة ماشي. راح أخذ سيخ الفراغ فقط لا غير، وأروح باتجاه الإشارة، يعني أنا خلف الإشارة بدي أروح باتجاه الإشارة، باتجاه إشارة اللجف تمام. الآن راح أشتغل عليها عشان أعرف إنه هي هون مثلا صار عندي اللجف تمام. إذا تحليل، تحليل إذا هذا هون في بعيد تقريبا متر ونص عن الإشارة، إذا تحليل إشارة اللجف الخارجي هو صحيح تمام، تثبيت إشارة اللجف الخارجي هو صحيح، هو الشغل الصح، يعني هو اللي بوصلني قاعد لنتيجة. طيب الآن بدي أخذ شكل المغارة، هذا شكل المغارة اللي احنا حكينا عنه يا إخوان، بدي أخذ شكل المغارة كويس. خليني أرجع أحدد البوابة بشكل صحيح، أو أحدد مكان الحفر بالشكل الصحيح تمام. هاي الإشارة أمامي، راح أخذ السيخ الفراغ وأتجه باتجاه الإشارة، طبعا راح أفحصها معدن هسه كمان عشان الكل يعرف تمام. الآن هاي تثبيت البوابة، خلاص شغلي انتهى، شغلي هون في هالمنطقة هاي انتهى، عرفت إنه موجود البوابة هون، يعني لو أنزل من هون راح يكون في عندي صخر، لو أنزل من هون راح يكون في عندي قص صخري، والقص الصخري راح ينزلني نزولا للمغارة نفسها. طيب بدي أخذ حدود الإشارة أو حدود المغارة، راح أخذ هسه إشارة من هون وأروح بالاتجاه عشان أعرف وين المغارة بالضبط. طبعا بدي أخذ الإشارة نفسها، يعني هاي الإشارة نفسها، بدي أخذ الإشارة نفسها وأروح باتجاه تمام. هاي الإشارة تحتي هيها، هسه راح أروح باتجاه، راح أشوف وين حدود المغارة تمام. الآن عندي تسكير هون في المنطقة هاي تمام، بهاي المنطقة، إذن بعيدة، المغارة صغيرة مش كبيرة، يعني الإشارة بعيدة عن المنطقة اللي أنا فيها. خلينا نحكي هاي واحد، هاي اثنين، ثلاث، أربعة، تقريبا 5 متر، تقريبا مش قادر أنزل هون، تقريبا 5 متر يا إخوان ماشي. الآن بدي أحط الإشارة على يميني ماشي، وأروح باتجاه هون عشان أحدد تقريبا المغارة كاملة. الآن عندي تسكير هون في المنطقة هاي ماشي، باخذ من هون، من هون بدي اخذ هاي الاشاره على شمالي، بدي اروح بالاتجاه عشان اعرف قديش عرض المغاره كامل تمام. الان هاي واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمانية، تسعة، تقريبا 9.5 متر تمام. يعني شوفوا يا اخوان، شوفوا شو صار معنا هون. هسا احنا حددنا البوابة وحددنا ابعاد المغارة، لكن طلع معاي هاي خلال تحديدي للفراغ تمام، طلعت هاي معي خلال تحديدي للفراغ. شو هاي؟ نعطيكم 30 ثانية تفكروا فيها. يلا بسرعة، معناش وقت، 30 ثانية. هسه راح يسأل باسم ايش هي هاي، هاي راح اورجيكم اياها بالطريقة الصحيحة. طبعا لسه راح افحصها معدن أشوف إذا فيها معدن أو لا. تمام، قديش هاي يا باسم، أستاذ باسم؟ إيش هاي؟ هاي كوة أو زي تهوية يعني. روزن يعني. روزن. شكرا. إذا روزن يا إخوان، ليش أجت روزن هاي؟ أجت معي داخل الفراغ اللي أنا قسته ماشي، يعني قست الفراغ أجت معي هاي الروزنة، إذا هاي روزنة تهوية للمغارة تمام؟ يعني تثبيت لوجود تهوية، إذا تثبيت لوجود فراغ داخل الأرض. طيب راح أفحصها معدن، آخر فحص راح أفحصها معدن. الآن راح أحط الإشارة، الإشارة راح أحطها على شمالي
تمام، وابعد عن الاشاره باتجاه البوابه واتجاه الهاي. يعني هي الاشاره هي الاشاره تمام، انا راح ابعد عن الاشاره عشان اخذ اتجاه معدن، اذا كان فيها معدن اخذ اتجاه معدن ماشي عشان نعرف اذا فيها تكنيز او لا. هاي الاشاره هناك على شمالي بعيد عنها انا تقريبا بحدود 5 متر ماشي، وراح اخذ عكس الاشاره، اخذ اتجاه ملوش دخل في الاشاره، راح اخذ عكس الاشاره تمام. دقيقه خلينا نرتب الفيديو تمام عشان تبين الاسياخ معانا. راح اخذ عكس الاشاره، هاي الاشاره هناك، هاي عند باسم، هاي عند باسم هناك تمام. انا راح بعيد عنها 5 متر تقريبا، راح اخذ عكس الاشاره. الان سيخ المعدن بيميني، سيخ الفراغ بشمالي، وراح اشتغل على الزقزاق تمام. الان اذا فيها معدن او ما فيها معدن، بدي اخذ اشاره بدايه اشاره ماشي، وبعدين بشوف شو الوضع. لغايه الان انا ما اعطتنيش اشاره. اذا ما اعطتنيش اشاره يا اخوان، ما اعطتني اشاره. قديش صرت بعيد عنها؟ هي باسم هنا تقريبا 12 متر، ما في اشاره. طب راح اكد عليها، راح اخليها على يميني، يعني اخلي الاشاره على يميني واروح بالاتجاه هذا تمام، عشان اكد اذا فيها معدن او ما فيها معدن. طبعا انا حاسس انه في معدن بس مش باتجاهها، بمكان ثاني يعني. اخوان انا ما اعطتنيش اشاره نهائي. طيب عشان أأكد نهاية أأكد، راح أروح باتجاهها نفسها تمام، راح أروح باتجاهها عشان أشوف إذا فيها معدن أو لا تمام. لكن هون راح أشتغل على شغلة ثانية، راح أبعد السياخ شوي عن بعض تمام، يعني مسافة تقريبا 30 سنتي، عشان إذا بداية الفراغ تبين معي، إذا بداية الفراغ تبين معي اللي هو بسيخ الفراغ، والمعدن يبين معي إذا كان فيها معدن، لو كان بسيط ببين تمام. هاي الإشارة أمامي ماشي، أنا صراحة رتبت اتجاه الإشارة بعيد عن بعض 30 سنتي تقريبا تمام. الآن شو سكر معي تمام، أنا طبعا عمدا بعدتهم عن بعض. شو سكر معي؟ سكر معي بداية البوابة اللي جينا حددناها قبل، حددنا بداية البوابة هون تمام. الآن عشان أضغطها هاد راح أنزل السيخ ماشي، وأمشي الخطوة لأن داخل الفراغ خلينا نحكي، أو داخل بداية الحفر، أو داخل سرداب، أو داخل، هي طبعا راح تكون زي السرداب يا إخوان، بتدخل على فراغ تمام. الآن أنا هيك بعتبر حالي في الفراغ، خليني مبعد السياخ عن بعض 30 سنتي ماشي، وأمشي باتجاه هاي الإشارة صارت تحتي تمام. الآن أنا ماشي باتجاه عشان آخذ بس إشارة معدن، بدي إشارة معدن ماشي، ما في عندي إشارة معدن نهائي، ما في إشارة معدن. لكن لو تابعت، لأن أنا كنت محدد الآن في عندي فراغ، خلص الفراغ عندي هون عشان تحديد الهاي. طيب نرجع نأخذ من داخل الفراغ تمام، بقرب السيخين على بعض عشان أشوف لو فيها حبة رومانية، لو حبة ذهب رومانية بتبين معي تمام، لو إيش ما كانت، لو خاتم ببين. الآن بقرب السياخ على بعض شوي 10 سنتي تقريبا، وبدخل داخل الفراغ، يعني أنا هسه قاعد ببحث داخل الفراغ والله يا أخوان حتى حلق ما فيها، ما أكلين هوا اللي هون تمام. إذا المكان هذا ما في معدن، يعني المكان اللي أنا عليه موجود ما في معدن. لكن الإشارة وتوضيح الإشارة مع الفراغ يا اخوان، توضيح الإشارة مع الفراغ صحيح 1000000% تمام. يعني لما قسنا الفراغ تبع الإشارة، لما أخذنا الفراغ هذا أو أخذنا الإشارة هاي وأخذنا إشارة المغارة وقسنا الفراغ صحيح 1000000%، فراغ كبير ووجود القبور 1000000%، لكن معدن ذهب ما في، معدن ذهب ما فيها، فاضي ماشي. يعني بعد كل الشغل هذا ما بيهمني احفرها، ما بيهمني ما اشتغل فيها، ليش؟ لعدم وجود المعدن ماشي. ممكن انه يكون فيها تماثيل، ممكن يكون فيها قرود، ممكن يكون فيها من عارف ايش، فخار الى اخره، لكن ما بيهمني بس اللي هو اشاره معدن الذهب فقط لا غير، ما بدي اخذ اشارات ثانيه
بدي بس معدن الذهب، تمام؟ فهاي كانت طبعا طبعا هاي الاشاره، اشاره الصحن او اشاره الصينيه زي ما بتحكوها، تمام؟ توضيح للاشاره وتوضيح لتوابع الاشاره اللي موجوده عندها وتثبيت الاشاره وكيف الاشاره بتنزل معانا باتجاه الجف الخارجي، كيف بنحدد البوابه، كيف بنحدد الفراغ، تمام؟ ثالثا اشتغلنا على المعدن، لكن للاسف ما فيها معدن، تمام؟ يعني تقريبا هاي من المواقع اللي ما طلع فيها معدن، ماشي، لكن شغل صحيح مليون بالمية. طبعا نشكر الجميع على المتابعة وأسفين لإطالة الفيديو، شكرا للجميع على المتابعة وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، ننسوناش من اللايكات، والمش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس، أهلا وسهلا.